ميمونة فليبشروا في جنة الرضوان فوق أسرة يسقيهم الماء القراح الكوثر. والكوثر هو النهر الذي يرده سيد الشفعاء وخاتم الأنبياء. ومن استهانوا لن يغاثوا وردهم سقر تدعهم ونار تهدر جهلوا بأن الله يعلم ما خفى طي الصدور صدورهم وتنوروا والفن والفن أمولة تعالج لوحة جرداء ترجعها رياضا تزهر العين تعشقها لأول نظرة والروح تخزنها وفيها تفخر أحلى الذي في صدر فنان بما حملته روح صادق لا تكفر ليكون فنا فوددت تقبيل السيوف لأنها في مثل ثغرك فوف فل أحمر. شعرا يليق بأمة عربية عرباء فيها كل شعر يصدر فاسلم أنيس أخي أتيتك في يدي قلم به عطر المودة عنبر خلفت زيتون المغاري ورامة وقباب حيدر بالشموخ تعبر عن روح إيمان بمن تحت الثرى قد جاء يدعونا إليه وينصر وأتيت كرمل قريتين تصدرا طودا لديه أتت تتوق الأبحر لبيت دعوة من دعاني مؤمنا كون الأمانة في ابن آدم جوهر ليظل شعري في الذين أحبهم ينمو ويزهو في الفؤاد ويثمر على شناخي بالجليل وكرمل حسوا نرابية حنانا ينقر في كلكم عشق الفؤاد طريقه من غير صحباء يهيم ويسكر فإلى لقاء كلما سنحت لنا فرص اللقاء أجيئكم وأفجر شعري فشعري بينكم أيقونة في صدر سمراء اللمع لا أكثر والسلام عليكم. يعطيك العافية شاعرنا الكبير أبا الوليد. قبل كلمة المحتفى به الفنان أنيس أريد أن ألفت نظر الحضور الكريم أن هناك كتاب للتواقيع من يريد أن يعبر ويضع بعض الردود على مشاعره وأفكاره يستطيع أن يكتب في كتاب التواقيع الموجود هناك وأيضا من وصل متأخرا ندعوه إلى التشريفات ونشكر أيضا الفنان أمير أبو فارس الذي رافقنا في العزف على الكمان وقد حصل على شهادة البي اي في الفنون من جامعة بار إيلان. لا أريد أن أشكر فالقائمة طويلة هناك جنود مجهولون عملوا بجهد كبير واختصارا للوقت أدعو المحتفى به الفنان أنيس أبو روكين فليتفضل. وسهلا في الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والأسماء وأنا دائما بقول أنه قلما يوجد فنان يجيد الكلام والخطاب معذرا إذا كان هناك خطأ أو سوء لا أستطيع أن أعبر عن مشاعري وانفعالي بهذا التكريم الذي أعطانا الفرصة لنلتقي مع الزملاء والأصدقاء وهذه الوجوه الطيبة ولا يسعني بعد سماع هذه الكلمات المؤثرة إلا أن أضيف كلمات الشكر والامتنان والوفاء وهنا أنا بوعد الجميع أنه أنا أستمر
في عطاء الفني. الشكر والامتنان لجمعية إنسان ورئيسها الزميل جمال حسن، إبداع على رئيسها جمعية إبداع ورئيسها الزميل الفنان جمال حسن على هذه اللفتة الكريمة، وطبعا الشكر لجميع أعضاء وزملائي في جمعية إبداع. الشكر والتقدير طبعا للأخ أبو عميد السيد وجيه كيوف رئيس مجلس أسفي المحلي على مبادرته واستضافته لنا، وطبعا الشكر الجزيل لجميع الأعضاء وعاملي المجلس وكل من شارك في إنتاج هذا المساء وهذا المعرض. كما أشكر جزيل الشكر السيد أمين القاسم رئيس البادية مركز التراث البدوي على مشاركته هذا الحدث. الشكر الجزيل للزملاء والأدباء والفنانين الذين تحدثوا، وهم طبعا الصديق الكاتب سلمان نطور، الصديق الشاعر المربي رشدي الماضي، الزميل الفنان جمال حسن رئيس جمعية إبداع للفنانين العرب، الزميل الفنان المربي مروان قعبور مدير الأرثوذكسية سابقا، والأخ الشاعر سلمان دغش، وطبعا بنضيف للقائمة الأخ الفنان زميلنا كمال ملحم، وطبعا الأخ الشاعر فهيم أبو ركن على هذه الأعراف الناجحة. الشكر والامتنان لكم الحضور الضيوف الكرام، شرفتونا بحضوركم الكريم وغمرتوني بلطفكم ومحبتكم. وهنا لابد من شكر خاص لأبنائي أيمن وأمل أبو ركن، طبعا منهم ام ايمن كمان، اللذان اخفى عني هذا الخبر والتحضيرات لهذا الحدث حتى الساعات الاخيره من قبل افتتاحه. لا اطيل عليكم، واخيرا اتمنى للجميع ان تبقى ايامكم فرح واحتفالات سعيده والاستمتاع في مشاهدة المعرض، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى وتفضلوا. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء في معارض أخرى إن شاء الله. شو جمال مش ميدا؟ الحضور الكريم تفضلوا على التشريفات، أهلا وسهلا فيكم. أنا بدي أقول للزلمة، بدي أقول لك بدي أقول له بس هاي الكلمة وخلص طبعا. حين انشغلنا نحن الأدباء والشعراء بالكتابة عن جنرال الموت، انشغل بالرسم عن الحياة. مين صح؟